من مالطا إلى بريطانيا، حيث وصلت أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني كيت ميدلتون اللاعبة التونسية أنس الجابر بعد خسارتها في نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس السبت. وشهدت الأميرة وهي تعانق وتواسي أنس التي كانت متأثرة جدا بالخسارة، حيث حضر العديد من مشجعيها في الملعب الرئيسي خلال هذه المباراة النهائية. نتابع هذه المشاهد. Do you know, I wondered if that might happen because the Princess of Wales is a hugely empathetic character. And I thought, I'm sure she will want comfort on this because it is painful when you want.